وزارة الداخلية طبعا لديها الآن في إطار إعداد خطة لمواجهة الكورونا. هناك خطة إذا قدر الله وحدث أنه يعني اكتشاف إصابة أو وجود إصابة في أي منطقة سيتم إغلاقها وسيتم اتخاذ الإجراءات. بالنسبة للناحية الأمنية، بالنسبة للناحية الصحية، نحن منتظرين تكون التوجيهات لوزارة الصحة. إذا كان يعني باليمن هم في المقام الأول بيتصوروا بأنها ستكون كارثة وستحل بنا كارثة، احنا نأمل إن شاء الله أن لا تحل الكارثة، لكن في مواجهة الكارثة إيش دورهم لحد الآن؟ إيش دور المنظمات الدولية؟ لم يقدموا إلى الآن شيء يذكر. أنا أرجو اهتمامهم باليمن. اليمن البلد الفقير، اليمن البلد يعني يناشد العالم. يعني إذا كان في إيطاليا أحد دول أوروبا يعني إمكانية الضخمة لم يستطيعوا يواجهوه، ما بالك باليمن اللي بيبحث عن لقمة العيش، ما بالك باليمن المحاصر على مستوى أي منفذ أي مدخل إحنا محاصرين. سريع سريع سريع.